بفستان أحمر ومجوهرات بالملايين. ياسمين صبري خطفت الريد كاربت من نجمات هوليوود في مهرجان كان. اتصدرت الفنانة ياسمين صبري الترند على السوشيال ميديا خلال أيام مهرجان كان بسبب إطلالتها الجذابة على ريد كاربت، فقدرت تنافس نجمات هوليوود بأناقتها وحضورها. طالت ياسمين في أول يوم حضور ليها في مهرجان كان على السجادة الحمراء بفستان أحمر طويل بقصة الكب من على الكتف وكاشف في جزء من كتفها لمصمم الأزياء اللبناني جان بيير خوري. نسقت معاه مجوهرات ماسية بالملايين، منها كوليه وحلق وخاتم وكمان ساعة. ياسمين هي الوجه الدعائي لبراند المجوهرات، عشان كده بتبرزهم في كل إطلالتها وبالأخص في إطلالتها في مهرجان كان. ياسمين قدرت تحصد إشادات واسعة من الجمهور على إطلالتها اللي أبرزت أنوثتها وجاذبيتها في مهرجان كان. مش بس كده، ده كمان اليوم التاني اللي حضرته ياسمين طلت بفستان أسود بيلمع ومجسم على جسمها، وكمان نسقت عليه عدد من المجوهرات. ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للمرة التانية، فبتأكد حضورها القوي في مهرجان كان وتنافس نجمات هوليوود على السجادة الحمراء. ياسمين اتكلمت في بعض لقاءاتها عن حضورها مهرجان كان وشعورها بالفخر انها تحضر حدث زي ده، وقالت عن حضورها في مهرجان كان: حضوري مهرجان كان شرف ليا وحلم كل فنان او ممثل المشاركة فيه. كمان ياسمين اتكلمت عن دخول المودلز الساحة الفنية وتمثيلهم في الافلام والمسلسلات، وقالت: الدنيا واسعة تستحمل كل الناس، ما عنديش مشكلة المودلز يمثلوا، اهم حاجة الانسان يكون ناجح وعنده موهبة. انا بحاول اعمل الحاجة اللي تناسبني وكل انسان حقه يعمل اللي يحبه. انا ما بحبش اكون الواعظة ودي نصايح، بس عايز اقول للبنات كوني نفسك بدون تصنع وما تتغيريش عشان حد. اما بالنسبة لظهوري في السعودية، لاني بحب السعودية والسعوديين، فهم اخواتنا وبتربطنا علاقة قوية وبتمنى لهم كل النجاح. ياسمين سبق واثارت جدل كبير بعد ظهورها مع رونالدو في السعودية، فانتشرت صور لياسمين مع كريستيانو رونالدو، والاثنين كانوا مدعوين كضيوف في حدث مهم في السعودية، وهو النزال التاريخي حلبة النار بين الملاكم الاوكراني الكسندر ازيك والملاكم الانجليزي تايسون فيوري. اتعمل النزال في مدينة الرياض برعاية المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وتواجد فيه عدد كبير من النجوم اللي كانوا مدعوين للحدث زي الفنان أحمد سعد اللي ظهر صور ليه مع اللاعب نيمار. أما ياسمين فهي كمان كانت مدعوة على النزال التاريخي، وبالصدفة رونالدو كان متواجد لأنه كان مدعو للنزال. كانت ياسمين قاعدة ورا رونالدو، ولما انتهى النزال قررت تتصور معاه، خاصة مع غياب حبيبته جورجينا اللي دايما الجمهور والمتابعين بيشبه ياسمين وجورجينا ببعض، عشان كده الاثنين كانوا بيتجنبوا بعض في أي فعالية بتضمهم. لكن الظاهر إن ياسمين خلال الفترة اللي جاية هيكون حضورها أقوى في الفعاليات والمهرجانات زي حضورها مهرجان كان وحضورها فعاليات السعودية كمان. قولنا إيه رأيك في إطلالات ياسمين في مهرجان كان، وهل فعلا قدرت تخطف الريد كاربت من نجمات هوليوود؟